صاحب الهشمي الحامدي قال لك باش يرفع قضية على حبيب الصيد وعلى الحكومة. كان باش يشكي بهم على إهمال عيال، أنا معاه. يا بنتي ليه لي بنتي، القضية على الصنبة متاع برقيبة، قال لك ما يحبهمش يرجعوها لبلاصتها في لافينو. وي محسوب كان هو ولا رئيس راهو شد لنا الصنبة نتاعو يدور بها من رون بوان رون بوان، وراهو معاها راديو كاسيت فيها طرش فيها كلثوم فيها يا تونس الخضراء ما أرواك يا تونس الخضراء ما أرواك. تعرف لبنى أكل هشمي الحامدي كانوا يعملوا له صنبة في جنينة متاع سبيطار الرازي إيه؟ يبدو يدوروا بها جميع طيار المحبة هكيك الزنجانيات بدو يعملوا هك الهشمي لبنى شنو زعما صحيح الخبر هذايا مخبر هاو قال باش يعملوا لنا قانون جديد يردونا نورثو كي رجال الا محاله نحنا كيفنا كيف رجال باش نورثو كان الشاب والامراض المزمنه تيزي لبنى تيزي يا اخي فادلك هو مهدي بن غربيه كعمل القانون سيد سوري يعرف اش يعمل راه صار مهدي بن غربيه هو بلاه يقول لي كلفمك مثقف انت مهدي بن غربيه قضى عنده من كرسي في البرلمان والله لا نعرف وقيل كريسي واحد كريسي واحد معناها بورقيبه اللي شاد بلاد كامله وكان يحكم فيها وحده ما عملهاش باش يعملها مهدي بن غربيه اللي مكسب وشطر كرسي ملصقه بالسكوتش في مجلس النواب بالله يا لبنى وخاتي سيبني منهم جماعه بن غربيه هذوما كل مره واحد منهم يطلع بطلعه يدخل البلاد في حيط لطيفه 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 ربي خويش واش دخلك فيهم انت جماعه بن غربيه وخاتي خدمي على روحك خلينا نخدموا رمضان السنه ايه ويا ربي